عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية واجب وطني وحق من حقوقك المكفولة بموجب الدستور والقانون، فاحرص على ممارسة هذا الحق. وإذا كنت في يوم الانتخاب قد بلغت سن 20، وإذا كنت كامل الأهلية، وإذا كنت تقيم إقامة عادية في دائرتك الانتخابية، فهذا يعني أنه يحق لك المشاركة في التصويت. وحتى تضمن تمكنك من مباشرة هذا الحق دون أي عوائق، تفضل بزيارة المركز الإشرافي في محافظتك أثناء فترة عرض جداول الناخبين، أو تفضل بزيارة الموقع الرسمي للانتخابات vote.bh، وذلك للتأكد من صحة بياناتك الشخصية المقيدة في الكشوف. وفي يوم الاقتراع توجه مبكرا إلى المركز الانتخابي الموجود في دائرتك أو إلى أحد المراكز العامة الموزعة على جميع محافظات المملكة، واحرص على إحضار جواز سفرك الأصلي وبطاقة الهوية. بصوتك تقدر.